الله معكم، سلام المسيح بقلوبكم. اليوم بينعاد عليكم، حاب عيدكم بعيد الشعرين ونشوف شو رمزية وشو معنات كلمة وليش بنعمل التطواف بعيد الشعرين. أولا كلمة الشعرين وهي أصنة، كلمة عبرية ومنقولها كمان باليوناني. المهم أنه رمزيتها ومعناها الله يخلص، الله الذي أنارنا، الله يخلصنا، مبارك الآتي باسم الرب. كلياتها هاي بتحمل العنوان واحد، انه المسيح هو مخلصنا وهو الذي سيخلصنا. اذا اخوتي بهيدا النهار بنعمل التطواف، الشعب استقبل ربنا يسوع المسيح وصار عده شغلات بهالنهار كلنا بنعرفها. اول شيء دخل على اورشليم، هو راكب على جحش، وجحش صغير يعني مش حتى بعد لم يبلغ، ودخل والناس صارت تفرش ثيابها ويستقبلوه باغصان الزيتون ويستقبلوه بكمان اغصان النخيل. ليش هالعمليه هي؟ اول شيء ورمزيتها ربنا يسوع المسيح، كانوا يتخيلوا ان المسيح بده يجي على حصان مثل داوود الملك، مخلص عسكري، ملك حامل بايده سيف مثل اللي غلب الفلسطينيين على ايام شاول، على ايام النبي داوود. المسيح اعطى بعد اخر، اعطى دخول على اورشليم التواضع. هيدا هو ربنا اللي داخل اليوم على جحش، هذا هو ربنا اللي عم ورجينا قديش هو التواضع بحد ذاته. وكل مره كان يدخل على اورشليم ما كانت تصير هاي الضجه. ليه هيدا النهار لما دخل صارت هاي الضجه؟ صارت هاي الضجه لانه وصل للناس قيامه اليعازر، فبلشوا الناس شوي شوي يتاكدوا انه هيدا اللي داخل علينا هو ملكنا، هو مخلصنا، اصنا لابن داوود، هو ابن داوود المنتظر. الناس كانت بس كمان يعني البعض منا شاكك، البعض متاكد، انما الشك كان عم يثورهم لانه داخل على جحش معهم تلاميذه عم ينادوا بالمحبه، انما عم يتخيلوا صوره النبي داوود وقت اللي انتصر على الفلسطينيين ودخل. استقبلوه باغصان النخيل وباغصان الزيتون لعده اسباب، اهمها اغصان الزيتون اخوتي كان يدهن راس المسحق فيها، راس الملوك والانبياء باغصان الزيتون، اغصان الزيتون اللي كانوا يستعملوها من اجل الشفاء. أغصان الزيتون ترمز للسلام، ويسوع هو ملك السلام الآتي باسم الرب. بينما أغصان النخيل أو صعف النخيل لمين كانت تقدم يستقبلوا فيها؟ للملوك، للأبطال، لقادة العسكر، لشاول، لداود يستقبلوا فيها. ما كان في بأورشليم أغصان نخيل أو صعف، منين جابوها؟ كان اليهود يبعثوا ناس يجيبوها من كتير بعيد حتى يعملوا كمان ذكرى العيد تبعهم. ما تنسوا انه كمان كان في ذكرى الفصح اليهودي، العبور من العبوديه الى الحريه الى ارض الميعاد. هون عم نشوف شكل جديد، اول شيء صعف النخيل اللي اجت مناطق بعيده ترمز انه يسوع المسيح اجى لكل العالم مش بس للشعب اليهودي. ثاني شيء هو الملك المنتصر والنبي اللي ناطرينه والمخلص، هيدا هو. اذا صعف النخيل اللي كانت تقدم للملوك والانبياء تقدمت كمان لربنا يسوع المسيح. وبنفس الوقت مثل ما الشعب كان ناطر تيعمل ذكرى عيده الانتصار والفصح تبعه، كان الفصح الحقيقي هو ربنا يسوع المسيح والعبور الجديد، العبور النهائي الى الحريه الى الحياه الابديه والخلاص بربنا يسوع المسيح، واللي الشعب ما كان فاهمه كثير. ولو الشعب سكت والاولاد سكتوا كانت حجار الارض رح تصرخ مبارك الاتي باسم الرب، هيك قالنا ربنا يسوع المسيح. الثياب اللي شلحوها قدامه اخوتي، ثيابهم الجاكيتات او العبايات اللي كانوا يشلحوها ويرموها قدامه، هي رمز لانه نشلح ونخلع عنا الانسان القديم ومنزته امام ربنا يسوع المسيح. كمان ترمز الى التواضع، الى خلع كل ما هو ملكنا. دايس على عسلك يا عالم، هيك بتقول الترتيله، عم بدعس كل الجاه تبعي انا كرامه ربنا يسوع المسيح، حياتي انا خرجت من بطن امي عريان واعود الى ربنا عريان، ما في لزوم للثياب هولي. اذا بنشلح كل الامور الدنيويه قدام ربنا يسوع المسيح ومنسير امام ربنا والهنا يسوع، بنحط له هالثوب قدامه. كمان اللي كانت تشلح تواضعا امام الملوك كانه ان انت ملك علينا وانت سيدنا، هيدي هي الانحناء قدام ربنا يسوع المسيح، ثيابنا واملاكنا وكلها بنزتها ونتبع ربنا يسوع المسيح. ان شاء الله اليوم بالشعنين بنكون عم نطوف عم نستقبل ملك الملوك، ملك المجد، مخلصنا، وصلنا لابن داود، وشعنا مبارك الآتي باسم الرب، آمين.